المركز الاجتماعي لحماية الطفل في مدينة أكريم معرضا للاجئين السوريين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتم تقديم فعاليات عدة في هذا المعرض من أعمال يدوية إلى وقفات غنائية مع تكريم بعض المشاركين في هذا المعرض. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من آذار من كل عام، نحن المركز المجتمعي لحماية الأسرة والطفل قمنا بفتح معرض للأعمال اليدوية للأطفال السوريين وخصوصا البنات التي تبلغ أعمارهم ما بين 14 والسادسة عشرة، وهذه المعرض هو نتاج أعمالهم اليدوية، والهدف من هذا المعرض هو بيع هذه المنتجات ويكون سوقهم خيريا ويكون مردده المادي إلى هؤلاء البنات. أقدم هالشغلات الصوف، يعني من صغري كان متعلم على إيد أمي، وكبرت ولسه كمان أعرف، وهون يعني أطفال صغار محتاجين لين يا كورونا وازعاج وتعرف يعني وضع غير وضع، أعلمهم على الصوف شلون مثلا يمسكون الإبرة، شلون يعملوها، شلون هالكمامة وهالفلان، وحتى يعني البلوزات أعلمهم على كل شيء يعني حتى يستفيدون منها مشان يلبسون أو يبيعون أو يعني يعطون هدايا.